إرشادات التمريض العاجل. الفحوصات المخبرية: التحضير للفحوصات المخبرية، مناظير، إشاعات، تحاليل، هو أمر غاية في الأهمية للحصول على نتائج مخبرية دقيقة تؤدي إلى التشخيص الصحيح والعلاج المناسب. لذلك ينصح بالاستفسار من الأشخاص المسؤولين عن أي تعليمات تحضيرية مطلوبة للفحوصات المطلوبة، مثل ضرورة الصيام ومدته، وأي تعليمات أخرى خاصة بالفحص المطلوب إجراؤه. لأول مرة في مصر التمريض يدخل المنافسة. أهلا بكم في العباقرة تمريض مع الروائي عصام يوسف. ضيفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة كليات التمريض في مصر والعالم العربي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة في دور 16 من برنامج العباقرة. في موسم عباقرة التمريض، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب عباقرة التمريض هتساهم في تطوير المستشفيات الحكومية في مصر. في المرحلة الأولى كل نقطة ب5000 جنيه، وهيتضاعف الرقم وصولا للمباراة النهائية. العباقرة تمريض برعاية وزارة الصحة والسكان، جليان الشركة العالمية الرائدة لصناعة الدواء، وبشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 21,675,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول كلية مشرفانا في الاستوديو محافظة كفر الشيخ، نرحب كلنا بكلية تمريض جامعة كفر الشيخ. هنمثل جامعة كفر الشيخ في ماتش النهارده 8 طلاب، أكيد منهم 4. إحساس جميل إن أنا مشارك في أول مرة في برنامج العباقرة. فريقنا الحلقة اللي فاتت خسر، إن شاء الله المرة دي ممكن نكسب ونعوض إن شاء الله. دور البنك الأهلي في تطوير المستشفيات الحكومية طبعا دور كبير جدا، خصوصا وإن المستشفيات الحكومية محتاجة تطوير جدا. احنا قرينا اكتر وذاكرنا اكتر وان شاء الله هنكسب باذن الله. انا استعديت المره دي باني ذاكرت اكتر من المره اللي فاتت وشفت حلقات قديمه ورجعت المراجع على النت وذاكرت كتير. اما الكليه الثانيه واللي هتنافس وبقوه للحصول على 3 نقط بتوع ماتش النهارده، من محافظه الجيزه نرحب كلنا بكليه تمريض جامعه 6 اكتوبر. هنمثل جامعة 6 اكتوبر في ماتش النهارده 8 طلاب، هتيجي منهم 4. احنا كان عندنا نقط ضعف في التسرع والبازر، ما كناش متفقين ان هيضغط عليه، فصلحنا الخطأ ده وان شاء الله هنكسب. احنا استعدينا الماتش ده اكتر لان احنا محتاجين ان احنا نكسب الماتش ده جدا عشان نتأهل الدور الثمانية، وبدأنا ان احنا نركز في الاخطاء بتاعتنا وان شاء الله هنكسب نتأهل الدور الثمانية. احساس النهارده ان احنا ان شاء الله باذن الله هنعمل ماتش قوي جدا وهنكسب على جامعة كفر الشيخ وهناخد ال3 نقط ان شاء الله وهنتأهل بدور الثمانية. استعدنا كالعادة، بنشوف الأخطاء اللي بنقع فيها في كل مرة ونحاول بقدر الإمكان إن احنا نقللها. أسئلة من دراسات كليات التمريض تشاهدون في هذه الحلقة. ما هو العضو المسؤول عن إفراز إنزيم الكيمو تريبسين؟ إجابتك هرمون يفرز من الغدة الدرقية ومسؤول عن خفض مستوى الكالسيوم في الدم، فما هو؟ العباقرة كليات التمريض 6 فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة بنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة، والسؤال هو: من هو النبي الذي يطلق عليه أبو الأنبياء؟
محمد عبد المنعم. سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم عليه السلام. إجابة صحيحة. سيدنا إبراهيم عليه السلام هي الإجابة الصحيحة. محمد عبد المنعم هتختار مين اللي بتدي الأول؟ كفر الشيخ. جامعة كفر الشيخ هتبتدي الأول. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. جامعة كفر الشيخ عندك سؤال في الجغرافيا، في جوكر؟ نعم. جوكر إمتى؟ العلوم إن شاء الله. تمام. جغرافيا، والسؤال هو: يفصل بحر تازمن بين نيوزيلندا وإحدى القارات، فما هي؟ ممدوح إجابتك. أسترالي. اتسمى على اسم الملاح الهولندي أبل تازمن. إجابة صحيحة. أستراليا هي الإجابة الصحيحة. أول 10 نقط لكفر الشيخ. أول 10 نقط لجامعة كفر الشيخ. 6 أكتوبر سؤال في الجغرافيا. جوكر؟ لا. في العلوم؟ في العلوم إن شاء الله. تمام. جغرافيا، والسؤال هو: كيوتو هي العاصمة السابقة لإحدى الدول الآسيوية، فما هي؟ كيوتو هي العاصمة السابقة لإحدى الدول الآسيوية، فما هي؟ فاضل 10 ثواني. أكتر من 1000 سنة بالاسم ده. محمد عبد المنعم إجابتك. الفلبين. الفلبين بعشر نقط. إجابة خاطئة. مش الفلبين. من 794 ل 1868. شيماء إجابتك. اليابان. شيماء اليابان إجابة صحيحة. اليابان هي الإجابة الصحيحة. وحظك حلو يا سماح. النتيجة 20 كفر الشيخ و6 أكتوبر. لسه مفيش نقط، بس احنا في أول الماتش إن شاء الله. بس خلي بالكو كفر الشيخ تجري بالمباراة. سؤال في التاريخ لكفر الشيخ، والسؤال هو: في إطار أي حرب قامت معركة رفح عام 1917؟ شيماء إجابتك. الحرب العالمية الأولى. ما بين مين ومين؟ لا أنا أخدتها بالسنة 1917 كانت الحرب العالمية الأولى. أخدتها بالسنة. IQ. كانت ما بين القوات البريطانية والإمبراطورية العثمانية. شيماء إجابة صحيحة. الحرب العالمية الأولى الإجابة الصحيحة. وكان النتيجة 30 كفر الشيخ. ستة أكتوبر سؤال في التاريخ، والسؤال هو: أسطورة عن زوجين شهيرين عند قدماء المصريين أنجب حورس، فمن هما؟ سؤال سهل. أسطورة معروفة من أشهر الأساطير الفرعونية. محمد عبد المنعم إجابتك. إيزيس وأوزوريس. إيزيس وأوزوريس بعشر نقط. أكيد إجابة صحيحة. أول عشر نقط لجامعة 6 أكتوبر. 10 6 أكتوبر. كفر الشيخ 30. وعندكم سؤال في الأدب. أدب، والسؤال هو: من هو الأديب المصري الراحل مؤلف المجموعة القصصية رفقاء الليل؟
المجموعة القصصية دي اتنشرت بعد وفاته. خمس ثواني. سماح اجابتك. احمد خالد توفيق. رفقاء الليل. الدكتور احمد خالد توفيق. اجابة مين؟ اجابة مين مسؤول عنها؟ اتفقنا. ايوه بصي ممدوح. لا لا بصي ممدوح. بصي ممدوح حاسس انها غلط فباعك بسرعه. قال لك ماليش دعوه. سماح اجابه صحيحه. الدكتور احمد خالد توفيق واخر مجموعه قصصيه للراحل 40 كفل الشيخ 6 اكتوبر. سؤال في الادب. والسؤال هو من هي الأديبة المصرية الراحلة الملقبة بباحثة البادية من أعلام الحركة النسائية في مصر؟ خمس ثواني. كانت متجوزة واحد من أعيان البدو عشان كده سموها باحثة البادية. مين يا فاطمة؟ رضوى عاشور. إجابة خاطئة. في إجابة؟ سماح إجابتك. هدى شعراوي. باحثة البادية هدى شعراوي. سماح إجابة خاطئة. الجمهور عايز يجاوب بس إحنا لسه عندنا اختيارات. يا زائد 10 يا ناقص 5. روزا اليوسف، منيرة ثابت، عائشة التيمورية، ملك حفني ناصف. الإجابة الصحيحة ملك حفني ناصف. دلوقتي آخر سؤالين في الفقرة، وأول سؤال لجامعة كفر الشيخ علوم. في جوكر؟ اضغط. 20 نقطة مهمين جدا. عندكم 20 ثانية ممدوح ما تستعجلش. علوم والسؤال هو تحدث متلازمة كوشينج نتيجة لاضطراب في معدل أحد الهرمونات في الجسم فما هو؟ تحدث متلازمة كوشينج نتيجة لاضطراب في معدل أحد الهرمونات في الجسم. كورتيزون. الكورتيزون. شيماء إجابة صحيحة. الكورتيزول هي الإجابة الصحيحة. 20 نقطة مهمين جدا لجامعة كفر الشيخ. 60. آخر سؤال لجامعة 6 أكتوبر. جامعة 6 أكتوبر هقول لكم المشكلة فين دلوقتي. المشكلة إن السؤال ده لو طار أو راحت إجابته لكفر الشيخ بقيته في مشكلة. عندكم 20 ثانية ومحتاجين تركزوا. في جوكر؟ علوم والسؤال هو في أي دولة إفريقية تم إجراء أول عملية زراعة قلب ناجحة من إنسان لإنسان في العالم سنة 1967؟ فاطمة. جنوب إفريقيا. جنوب إفريقيا يا فاطمة إجابة صحيحة. جنوب أفريقيا الإجابة صحيحة. برافو عليك يا فاطمة. 20 نقطة مهمين جدا. والنتيجة في نهاية الفقرة 30/6 أكتوبر 60 كفر الشيخ. كل النقط دي هتتحول إلى مبالغ نقدية في خزنة البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية في مصر. كلنا نحيي ونشكر البنك الأهلي المصري. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة وفقرة الفنون والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 90 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب5000 جنيه بما يساوي 450 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية في مصر.
ما نقدرش نقول ان في مدرسه دوليه بتتفوق على مدرسه حكوميه، بالعكس المدرسه الحكوميه في الموسم الخامس كسبت المدرسه الالمانيه وخرجتها من دور ال16. الالمانيه استعدت بقوه ورجعت تاني وكسبت الموسم السادس. هو دي منافسه. شوف بقى انك تخلق جيل، احنا ما كناش بقالنا اكتر من 30 سنه ما حدش بيتكلم في التوبك ده بالطريقه دي، ما حدش بيتناول الحاجات دي. شوف انت بتخلق جيل بيدور، ودلوقتي بيدور على المعلومة أسهل، عنده إنترنت يقدر يقرا ويستوعب ويشوف ويكوريليت المعلومة ببعضيها وما ينسهاش فإن أنت تطرح توبك زي ده أو موضوع زي ده اللي موضوع المعلومات العامة، وإزاي الولاد يبقوا لازم يبقوا عارفين باكجراوند عن ميوزك وباكجراوند عن الأرت والفن التشكيلي، ده مهم جدا في ثقافة الأجيال. البرنامج اللي أنا شفته الوحيد المتكامل الظريف الديناميك وكان برنامج العباقرة. طب ليه شدني وأنا في السن ده؟ لأن يمكن افتقدته سنوات طويلة. يعني حضرتك حضرتي زمان الكاس لمين؟ زمان وأوائل الطلبة في الراديو؟ طبعا طبعا. يعني أنا واحدة معدية 50 دلوقتي، فالحاجات دي عدت علي، لكن قعدنا فترة مش أقل من 30 سنة بلا هوية ثقافية للشباب في الفترة دي أو في السن ده، وسايبينهم للي يأثر أكتر. لأول مرة في مصر التمريض يدخل المنافسة. العباقرة تمريض مع الروائي عصام يوسف، الخميس والجمعة والسبت الساعة 6:30 مساء حصريا على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.